لحسن الحظ صادفنا تيان تيان في اليوم الثاني. كانت أمه تصحبه للتعرف على العالم. إنها موجهة تيان تيان وسنده، تقوده بحب ورعاية لاستكشاف عالم البحار الواسع، وتعلمه مختلف مهارات البقاء المستقل كمهارة القفز على سطح الماء، والتي لا تعبر عن الفرح فحسب، بل تمكنه من ضرب الأسماك في المياه فتفقد وعيها.